L'école pionnière sent le fer de lance de ce programme ambitieux. Alors, quels en sont les objectifs et les enjeux? Pour nous éclairer avec moi ce soir, professeur Mustapha Sehimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Alors, professeur, quelle est votre appréciation? D'abord, la rentrée scolaire est un fait social majeur. Savez-vous quelle est la population scolaire? Près de 9 millions d'élèves. C'était 8 800 000 en 2022. Dans les prochaines semaines, on aura le chiffre total. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi un fait qui est marqué cette fois-ci par la deuxième année d'enclenchement d'une réforme. البحرية الملكية ببن سليمان حيث ستستمر عملية استقبال وانتقاء المجندين إلى غاية 16 من الشهر الجاري بعد أن تلقوا الاستدعاءات للخدمة العسكرية ضمن الفوج 38 برسم سنة 2023 لبى المجندون والمجندات النداء رغبة في التأهيل والحصول على فرص الاندماج في مسلسل التنمية وسوق الشغل. أنا جيت اليوم للانتقاء في فوج 38 من الخدمة العسكرية من بعد ما تسجلت في الموقع الإلكتروني والحمد لله أنا تم الاستدعاء ديالي. نتمنى إن شاء الله نكون من المقبولين في هذا التجريدة. هذه فرصة لكاع الشباب باش ينميوا القدرات ديالهم ويكتشفوا مهارات جديدة اللي تمكنهم أنهم يلتحقوا يعني الميدان العسكري وشبه العسكري. استفدت من شي حوايج اللي غادي يعاونوني في الحياة الشخصية ديالي، ثانيا الدبلوم اللي غادي يساعدني أن من بعد أننا ندوزوا لسوق الشغل. واليوم حنايا كنتمناو باش نتقبلوا الأداءات الخدمة العسكرية والواجب الوطني. مرحلة الانتقاء خطوة فاصلة في مسار قبول المترشحين للخدمة العسكرية، فيها يتم الخضوع لإجراءات إدارية وأمنية وفحوصات طبية تكللها لجنة الانتقاء بدراسة ملفات الترشيح واتخاذ قرار الإدماج في الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. هاد المرشحين والمرشحات غادي يمروا من مراحل الانتقاء واللي كتبدأ أولاً باستقبالهم واستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والأمنية بما في ذلك التأكد من الهوية وكذا خضوعهم لفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من السلامة البدنية ديالهم. مباشرة بعد ذلك كيمروا المترشحين والمترشحات عند لجنة الانتقاء المكلفة بدراسة ملفات الترشيح واتخاذ القرار النهائي بالإدماج أو الإعفاء. ومن بين المدعوين للخدمة العسكرية برسم الفوج 38 والمقدر عددهم 20,000 سيستقبل Il est aujourd'hui en discussion au niveau de la direction du budget, du département de finances avec les départements ministériels concernés. Et il s'agit d'arriver avant le 20.